ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب. النهاردة ان شاء الله هنرسم مع بعض رسمة جديدة، هوريكم ازاي نرسم منظر طبيعي بمنتهى السهولة خطوة خطوة بالقلم الاسود والقلم الرصاص فقط لا غير، وهنرسمهم ان شاء الله بمنتهى السهولة، وهتطلع معاكم نفس الصورة اللي قدامكم في الفيديو دي. بس ما تنسوش لو اول مره تشوفوا القناه اتمنى تشتركوا فيها، وما تنسوش كمان تضغطوا تحت لايك قبل الفيديو عشان اللايك بيدعمني وبيشجعني جدا جدا، وكمان سيبولي تعليق تحت حلو في التعليقات.